وفريق اللي جاي هزمنا ب2-0، اكيد بانه كان المفروض علينا كذلك نحتاطوا حتى من الناحيه الدفاعيه حتى نسجل لنا هدف. اظن بانه هذه كانت يعني دراسه، والمباراه تتلعب 90 دقيقه، و90 دقيقه يمكن هي اللي بينت في الاخير كيف كان التفوق كذلك مع التدبير ديال المباراه ما يسمى بالكوتشينغ. فتظهر لي بانه كنا دائما ما هي ان سيناريوهات حتى ممكن نعطيو اضافه للهجوم مع مرور الوقت ومع العياء الذي سوف يذوب على الفريق خاصة. انا مرتاح من المردود الذي قدمه اللاعب الاحمدي، كذلك اللاعب خرج اللي كان كقائد وبعض الاحيان يتحول الى الهجوم. واظن بانه اللاعب بالهندا كان دائما يظهر في فترات، والدليل بانه كان قام يعني باختراقات جيده. واللاعب براد لما حولته يعني في الشوط الثاني، لانه لما سجلنا الهدف الثاني كان هناك ما نقولش يعني تغيير اضطراري، ولكن تغيير من اجل لا نسقط في فخ بانه ناخذ ورقه صفراء ثانيه بالنسبه للاعب بلندا الذي كان متوتر شيئا ما، ونكونوا نلعبوا يعني بعدد متساوي من بعد ما اصبحنا نلعبوا بعدد متفوق. فاظن بانه كل واحد قام بدوره، اظن بان كانت هناك تكامل بين الادوار. طريقتي في التعامل لا احاسب اكثر، يعني قلب سموح، واكثر من مره ما نشوفوش غير ويل للمصلون، نشوفوا ما بعد والذين عن صلاتهم ساهون. فمن بعد لاعب بلندا جاء وعنقني ويعني وتصافحنا، اكيد بانه سوف تكون ما غتكونش هناك توبيخ، بلا ملاحظه حتى لا تتكرر في المره الجايه ان شاء الله. ولكن كيبقى دائما لاعب كبير ولاعب يجب تشجيعه كذلك، ولاعب صغير في السن. محمد عليك الله لما ادخل تغييرات يعني الطريقه ديال الملاكمه، اصبح يعني غير الحركات ديالو بالارجل كيعي الخصم ديالو داخل الحلبه قبل ما يعطيه الكاو. فاظن بانه هذه كانت يعني تكتيك منا على اساس بانه اسامه السعيدي ممكن دائما يعطي الاضافه لما تيكون في قوه بدنيه عاليه. اكيد بانه الشوط الثاني شفتوا كيف اللاعب عقار قام بدوره، ولكن جاء كمل العمل اكثر لاعب اسامه من بعد ما الفريق الخصم كما سبق وان ذكرت اصبح يذوب عليه، واكثر من هذا لما اصبح الفريق الخصم يلعب ب 10 لاعبين، فهذه ما نساوهاش كذلك. انا شخصيا كان التخوف ديالي بان الفريق الوطني ما يضربش بمستواه، فلأني خصك تخاف من فريق اكثر من فريق خصم. واظن بانه لما تتكون كما قلت في الاول كتحترم الخصم، فهذا نوع ديال الخوف، وخوفي اكثر باش اللاعبين ما يديوش الاداء ديالهم. فالحمد لله اللاعبين استجبوا، وكنشكرهم كثيرا لان استجبوا وكانوا في الموعد، وهنيئا لنا بهذا الفريق الوطني ان شاء الله في عهد جديد ان شاء الله. واظن بانه هذا العهد الجديد يمكن غادي نديروا التقييم ديالنا باش نبداو ان شاء الله، لان تاهلنا لكاس افريقيا حاليا لازم تهيئ باش نمشيو يعني لكاس افريقيا ماشي كحصان اسود ان شاء الله.